بونجور لكل حدا بده يشوف هيدا الفيلم. أنا شادي عبد الرسول من يحمر البقاع الغربي. بالصدفة تعرفت على أخت تابعة لجمعية سعيد، هي أنشأتها لحتى تساعد كل إنسان أكيد يعني بعد ظروفية مرقت فيها. نصحتني أني أروح أعمل اختبار، رحت عملت فحص بالمختبر فطلع إيجابي، كمان دعمتني أني أروح أعمل ناظور، كمان رحت عملت ناظور، كمان ناظور طلع إيجابي. هلأ طلع معي الناظور إيجابي، يعني الناظور إيجابي يعني أنا معي كانسر. فتواصلت مع الجمعية سعيد، قالت لي الدكتوري قالوا لازم تعملي عملية ونحن مستعدين نساعدك بمعدات العملية. ساعدتني الجمعية وأنا بشكرهم كثير من قلبي، ساعدتني الجمعية، رجعت عملت فحص للخزعة اللي شلتها، كمان طلعت كثير نظيفة لأنه أنا بسرعة لحقت حالي، ما اضطريت أعمل لا شعاعي ولا كيماوي. أنا بفضل جمعية سعيد أكيد رجعت لنشاطي ولصحتي. لكن واحد بده يشوف الفيلم يروح يعمل فحص بكير، لأنه الفحص البكير بيخليك أنك ترجع لصحتك وتشتغل اللي بدك إياه. ومرسي كتير كتير، أنا بشكركم جمعية سعيد، إن شاء الله الله يقويكم، الله يدعمكم.